بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي تامر صميضة، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين. شركة تمكين كان ليها الحظ إن هي تكون أحد المساهمين أو المستفيدين من مشروع الفارمر تولكيت أو برامج أدوات المزارعين لاستخدامات الريموت سينسينج والصور الأقمار الصناعية في إدارة المنظومة الزراعية. التغيرات عندنا في المناخ بقت سريعة ومش معروفة ومش متوقعة على المدى الزمن الطويل، فبالتالي ده بيدينا فرصة إن احنا نكون أكتر أويرنس بالمتغيرات بالمحددات اللي قدامنا، اللي يدينا فرصة إن احنا نأمن نفسنا ونأمن المحصول بتاعنا ونأمن الإنتاج الزراعي من المخاطر بشكل كبير جدا. The Dutch government funded a project called a Practical Farmer's Toolkit. This project looks at geodata tools to support climate smart agriculture. An extensive training program that is both practical and innovative is used to bring this knowledge to the farmers. Different innovative geodata tools were introduced in this training program. Firstly, an irrigation advisory tool called IrriWatch was used that provides high resolution advice on irrigation needs and crop status. Data is provided through a smartphone app and the IrriWatch portal. Secondly, data from FAO's vapor portal was used in the training through accessing the online portal or using the Egyptian developed IrriWatch app on the phone in the field. Thirdly, a makeshift flying sensor system was used by placing near-infrared cameras on a long pole and walking in a section of the field. This gave high-resolution information on the conditions of the plants. A hybrid approach of in-person meetings when possible and online teaching was used. Online meetings were made possible on the Moodle FutureWater School with interactiveness during sessions enabled mutual learning. During two in-person workshops, material was introduced that required more active discussion and technical explanation. A key aspect of the training program were the field schools. The geodata tools needed to be seen in the practical environment of their use. Field schools were installed at 5 different locations throughout Egypt, with small groups gathering every 2 weeks for meetings and learning experiences. طبعا احنا بعد التركيب الارواتش ما كناش عارفين كميه الميه عندنا قد ايه، كنا بنقول عشوائي. بدينا نعمل تجربه ان احنا ناخد مثلا كميه ميه مثلا 45 متر مكعب في الجنين ونشوف هل دي عمل وصلنا في الكباستي في الابلكيشن ولا لا. لقينا لا ما وصلناش، ابتدينا نزود الرجال لحد ما وصلنا في نهايه التجربه. Open field days and farmer meetings were effective for reaching the agricultural community. Overall, this training approach was successful at bringing geodata tools to the farming community and also tailoring them to the practical and diverse setting of Egyptian agriculture. انا شايف ان الايريواتش بالتقنيه العاليه اللي فيه اللي هي الساتلايت اللي انا اقدر اشوف المشكله واتنبأ بيها لحظيه كمان مش بعد كام يوم من القراءة وكلام، لا ده في وقتها كده. أنا مش محتاج اللي أنا أحط سنسور في كل بيفوت، مش محتاج اللي أنا ألف في كل بيفوت، يبقى أنا كده حليت كام مشكلة في قلب بعض. اللي أنا فرق معايا جمعت الداتا بتاعتي في وقت قياس بصورة جيدة. كمان برضو كانت أول مرة أشوف تطبيق الدرونز في الفارمز عندنا أو في الفيلدز عندنا، لأن هو في الحقيقة الدرونز مش مسموح بيها عندنا في مصر، بس بدأنا إحنا نستخدم الكاميرات ونحاول إن إحنا ناخد صور للفيلد ونطلع منها البيانات اللي إحنا محتاجينها. كانت الحقيقة كانت فرصة كويسة جدا في البروجكت. الحقيقة طبعا كانت النتيجة إنه حصل استفادة أخذناها من فم المزارعين نفسيهم، لان احنا كممثلين عن المجتمع الزراعي بالراعي جدا 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 ان احنا ناخد المواضيع كلها وردود الافعال من المزارعين نفسهم، وبالتالي يبقى احنا كده المشروع حقق لنا الاستفادتين اللي هو جاي عشان يعملهم، وهي ترشيد الميه وزياده الانتاجيه. كانت فرصه عظيمه نتعاون مع الشركاء الهولنديين وفي نفس الوقت مع الشركاء المصريين المستفيدين، جمعية فاودا والوباشا وإدام وبايوسز،
كلهم استفادوا معانا، وكان لان احنا كان الهدف ان الكل يستفيد، مش الشركات الزراعيه، لا الشركات الزراعيه وقبل الشركات الزراعيه صغار المزارعين، لان هم ما بقاش عندهم امكانيات كبيره زي الشركات ان هو يقدر يخش على التكنولوجيا. فلما الاقي منظمه تقدر ترعى له الكلام ده، توفر له الكلام ده من خلال المهندسين الزراعيين والفريق التابع للمنظمات دي، كانت فرصه افضل بكتير، لان المزارع يقدر يبقى انتر اكتد وانفولفد معانا في المنظومه الجديده.